عملت مرأة حامل وتأخرت شوي عن المحصوم. في عدم وجود مستشفيات عندنا أو مستشفى موجود في الجفت ليك، إذا في مرأة حامل وتطلع على أريحة أو على نابسة توضع ولاكة محصوم في الطريق، ممكن أنها تضع في السيارة، وصارت عدة حالات أنها تضع المرأة في السيارة. بتعرف حالة المريض أنه كل دقيقة بتأخرها بتأثر على حياته وعلى صحته. أنا اسمي خالد هندومة من قرية الجفت ليك، أصلي من الشيخ مونس، نائب رئيس مجلس قرى الجفت ليك. فيش أصعب منها إنك أنت معاك مريض وحامل وبدك توديه على المستشفى وما بتقدر تعمل إشي إنك تساعده، فكل منطقة بتطلع عليها من الجفت ليك محاطة إلا تلاقي على طرق مخاصيل. المواطن بده يطلع من هنا لنابلس في مخصوم اللي هو مخصوم الحمراء. المخصوم ممكن الجندي كمزاجي، ممكن انك تروح ما يبقى فيه اشي، ممكن يوقفك نص ساعة. هسا احنا درجات الحرارة عندنا مرتفعة دائما في الاغوار. كهرباء انه هيكم قاعدين يعني بتصوروا عندنا، هاي مزجان ما هو راضي يشتغل اصلا من ضعف الكهرباء. يعني هاي المنطقة اللي ساكنين فيها بعيدة عن مصدر الكهرباء حوالي 2 كيلو 2 كيلو ونص. انولدت انا في الجفت ليك. طبعا الجفت ليك عزيز علي لانه تربيت فيها انا وصغير، بس طبعا مش اعز من بلد الاصل اللي هي الشيخ مونس. لحد اليوم انا ما شفت الشيخ مونس، بس طبعا ابائي خرفوني عنها. بنحب السلام سواء للشعب الفلسطيني او الشعب الاسرائيلي، بس سلام عادل وشامل.